تعرفون مثل ماذا؟ مثل ما حدث مع أبي عبد الله البخاري رضوان الله عليه. لأن البخاري ابتلي. الناس يظنون البخاري كان مقدسا دائما عند الكل. لا 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 لا، البخاري في عصر لم يكن مقدسا عند الكل. وعلى فكرة ما في مقدس إلا المقدس، البشر لا يقدسون، انتبهوا. ما تقول لي بشر مقدس، شو مقدس يعني منزه؟ ما في منزه، هذا كله كلام فارغ. على كل حال البخاري رضوان الله عليه إمامان جليلان من أعظم الأمة وصديقان له، وأخذ من علمي في البداية وسمع منه الحديث أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، كلاهما من الري من بلاد فارس، وهما عصريان للإمام أحمد وفي رتبته من أعظم الأمة على الإطلاق. هذان جرح الإمام أحمد، قالوا عفوا جرح الإمام البخاري، قالوا مشتقى عنا خلاص، مش صحيح البخاري، البخاري كله على بعضه ما عاد نقبله، خلاص انتهى، أغلق هذا الملف. إيش هذا؟ لماذا يا أخي؟ هذا البخاري حامل لواء الصنعة، البخاري هذا مش أي إمام. حنشوف لي، تقرأ في المجلد السابع صحيفة 91 و100، المجلد السابع أو الجزء السابع 191 من الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ابنه رحمة الله عليهما، يترجم الإمام البخاري في أقل من 4 أسطر. تخيل البخاري ملوش أي وزن، يعني عساس، هذا ظلم، والله هذا ظلم لا يرضاه الله تبارك وتعالى، في أقل من 4 أسطر. وأين؟ في آخر من اسمه محمد واسم أبيه إسماعيل، في آخر قائمة محمد إسماعيل، آخر واحد البخاري، إمعاناً في الاستخفاف به وتجهيله، كأنه مجهول يعني ملوش قيمة بالمرة، إمعاناً في تجهيله والاستخفاف به، فيكتب في 4 أسطر محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، ورد عليهم الري سنة 250 قبل وفاته ب6 سنوات، وسمع منه أبو حاتم وأبي، وروى هو وذكر 4 أو 5 من شيوخ إيه؟ البخاري، وبالذات بعض هؤلاء كان مغموزاً في موثوقيته كلام، كأنه تعمد هذا، والبخاري شيوخه بالمئين بالمئين، أتى ب5 بعضهم مغموز مطعون عليه شوية، مثل ابن أبي أويس، مثل إسماعيل إيه؟ ابن أبي أويس، قال روى عن فلان وفلان وفلان، ثم قال وترك أبو حاتم وأبي الرواية عنه لما وصلهم كتاب محمد ابن يحيى وهو الذهلي. لما وصلهم كتاب محمد ابن يحيى الذهلي من نيسابور أنه أظهر عندهم القول في مسألة اللفظ. شو القول في مسألة اللفظ؟ يعني لفظي بالقرآن، أنا حين أقول مثلا بسم الله الرحمن الحمد لله رب، هذا اللفظ الذي أتلفظه مخلوق أو غير مخلوق؟ الفاضي يا أخي، نفسي، حروفي تخرج من بين أسناني ولساني ولهوات، ما المشكلة؟ البخاري طبعا أحرج رضوان الله عليه، 3 مرات سألوا وهو لا يريد، في الأخير أحرج في المجلس ومحمد بن يحيى موجودا كان بالعمدان، أتى مع تلاميذه وسؤل، فقال في رواية وهذه مشهورة عنه ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. مبتدع مبتدع أنت، عكس قضية أحمد، عكس إيش شيخك الإمام أحمد، مباشرة شهر به البخاري مبتدع ضال مضل بدعة رهيبة، اتركوه اهجروه فاسق لا غيبة لفاسق، دمروا الرجل البخاري، دمر مسكين. تعرفون ماذا حدث؟ بدأ الناس ينفضون على البخاري، ينفضون ينفضون حتى لم يبقى معه إلا تلميذه مسلم فقط، بس الإمام مسلم بقي وفيه له، قال أنا عند شيخي، شيخي ما هو ضال ولا مبتدع. طبعا الآن من وراء 1400 سنة أو 1000 تقريبا ومئة سنة وقليل، الحق مع من؟ مع البخاري، حتما حتما لفظنا مخلوق يا أخي، شوية قديم كمان، ألفاظنا قديمة، لا ما نقولش لا قديم ولا مخلوق، اسكت لا تقول لا هيك ولا هيك يا أخي، ما أقولش، عملية واضحة. شفتوا التعنت يا أخواني؟ في تعنت، في تشدد، شيء غير مقبول. على كل حال أعود أقول الأمر لم يكن دائما على هذا النحو، لم يكن دائما ومع الكل على هذا النحو، في اختلاف